الولايات المتحدة تسحب اسم السودان من القائمة السوداء. مع دخول الثورة عامها الثاني مطالبات بتحسين الوضع المعيشي واحلال السلام. تواصل المفاوضات في جوبا والحركة الشعبية الشمال تؤكد ان مسار التفاوض يمضي بشكل جيد. المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في هذه الجوله الجديده من السودان اليوم على قناه طيبه والتي تضم الى جانب نشره الاخبار موجزا اقتصاديا واخر رياضيا وهناك جوله في دارفور الكبرى لنتابع حركه المختلف ومنها قوات الدعم السريع بغرب دارفور تحبط اكبر عمليه تهريب لمواد تموينيه غير مطابقه للمواصفات في طريقها الى خارج البلاد. وعبر قضيه اليوم نتابع جنوب كردفان تستبق عمليه السلام بالاستثمار في مشروعات التنميه. اهلا بكم والى التفاصيل. سحبت الولايات المتحده السودان من لايحتها السوداء للدول التي تثير قلقا خاصا على صعيد حريه المعتقد وذلك بفضل التقدم الجاري منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير وفق ما اعلن الجمعه وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو وهذه اللائحه مختلفه عن لائحه الدول الراعيه للارهاب التي ترغب الحكومه الحاليه في ان يتم سحب السودان منها لاحياء الاستثمارات والاقتصاد الوطني وجرى سحب السودان من اللائحه بفضل الخطوات المهمه التي اتخذتها الحكومه الانتقاليه التي يديرها مدنيون للتصدي للانتهاكات الصارخه المنهجيه والمتواصله لحريه المعتقد التي وقعت في ظل النظام السابق وفق بومبيو وبهذا الإعلان انتقلت الخرطوم إلى لائحة وسطى خاصة بالدول الموضوعة قيد المتابعة على هذا الصعيد بانتظار معرفة مصير التقدم المسجل ولم تتغير بقية اللائحة لهذا العام إذ لا تزال تشمل السعودية وبورما والصين وكوريا الشمالية وإريتريا وإيران وباكستان وطاجكستان وتركمانستان ومن بين الدول قيد المتابعة روسيا وأوزبكستان وكوبا ونيجيريا ونيكاراغوا دعا عضو مجلس السياده الانتقالي صديق ثور الصحفيين الي العمل علي تفكيك مفاهيم شعارات الثوره حريه سلام وعداله وفق الثوره وتبسيطها للجمهور واشار خلال مخاطبتها الاحتفال بتوزيع جائزه الاستاذ محجوب محمد صالح للصحافه السودانيه في نسختها الثانيه الى الدور المحوري للصحافه في فتره ما بعد وقبل الثوره مذكرا بالظلم والتعسف والمطارده والسجون التي تعرض لها الصحفيون في عهد النظام السابق وهم يؤدون رسالتهم الوطنيه واوضح ثورا ثورة ديسمبر ثورة وعي في المقام الاول واوصى الصحفيين بالاهتمام بالتوثيق والدراسه للتجليات الابداعيه التي ابرزها جيل الثوره. هذه التضحيات عندما قدمت وعندما كانت تخرج المواكب بشكل منتظم وتكبر يوميا الى ان دكت حصون هذه الدكتاتوريه البشعه كان الافق الاساسي فيها ان هذا الشعب هو شعب واحد وان هذا الوطن هو وطن واحد ويجب ان نبنيه بهذا الافق وبالتالي هذه المهمه هي مسؤوليتنا جميعا ويجب ان نشتغل عليها بالتفكيك بالشرح بالتبسيط بالاستمساك القوي اكد النائب العام تجسير الحبر حرص النيابه العامه والتزامها بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات وكل الذين اهدروا دماء الشهداء وتقديمهم الي المحاكمات امام القضاء واشار الحبر لفتح كل الملفات ابتداء من الثلاثين من يونيو 1989 وحتى العام 2019 وانهاء مبدا الافلات من العقاب وقال في بيان له بمناسبه الذكرى الاولي لثوره ديسمبر ان التحقيقات تسير بصوره جاده ويتواصل العمل ليل نهار لاستكمال التحقيقات والتحريات وشدد علي ضروره تعديل واصلاح القوانين الجنائيه والدفع بمجموعه من مشروعات القوانين لوزاره العدل منها ما يتعلق بالغاء المواد ذات الصله والخاصه بسن السبعين اذ ان الدم لا يجف ببلوغ الجاني سن السبعين ولا السجن يغلق في من ارتكب جربا قبل بلوغ السبعين وتتم محاكمته بعد السبعين واضاف ان من حق اسر الشهداء على النيابه العامه القيام بواجباتها تحقيقا لسياده حكم القانون وشدد على ضروره اعاده النظر في الحصارات وفي الحصانات وفي كل ما يعيق القبض على المشتبه فيهما وطلب النائب العام الأجهزة المعنية بالالتزام بإسقاط الحصانة متى طلبت النيابة العامة ذلك وقال إنه لا بد من استحداث آليات لحماية الشهود لاستكمال التحريات وتقديم المتهمين للمحكمة وقال إن النيابة العامة تحقق في أكثر من 400 ملف من ملفات الفساد ولأول مرة يتم عمل بهذا الحجم فضلا عن 374 من الإجراءات الأولية وأكد الحبر الاهتمام بملف المفقودين قصرا قالت القائمة بالأعمال الأمريكية في الخرطوم لين إن الولايات المتحدة ترى أن علاقتها مع السودان تغيرت جذريا عما كانت عليه قبل سبعة أشهر فقط واشارت الدبلوماسيه الامريكيه في كلمه لها خلال احتفال بمناسبه الذكرى الاولى للثوره السودانيه الى ان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك زار الولايات المتحده ووافق البلدان على تبادل السفراء ونقلت السفاره الامريكيه عن ثوربيرا قولا ان مجموعه اصدقاء السودان تعمل بجديه لايجاد طرق لدعم السودان متعهده بان تواصل بلادها التقدم في توسيع علاقاتها مع السودان هذا وقد استطلعت كاميرا طيبة عددا من المواطنين حول مرور عام على ثورة ديسمبر وما تحقق خلالها من مطالب الحكومة في الوقت الراحل تجابه تحديات كبيرة السودان في البدء انعزل دوليا لفترة طويلة ومن ثم الاقتصاد السوداني متدهور بعض الشيء والتحدي الاعظم الذي يواجه الحكومه هو تحدي السلام في المقام الاول خلق السلام الاجتماعي وخلق الامان ما بين الشعب السوداني ورضغ النسيج الاجتماعي وانا بوصي مواطنا من جنوب السودان يهمني امر السودان كثيرا لذلك اتمنى دائما ان ارى السودان في طليعه الشعوب الى سابق عهده الذي عرفناه عن هذا الغطر العظيم. نحن ناس العراق نحن عايدين من العراق عندنا تحويلات وتعويضات من زمن عمر البشير لحد الان ما عارفين عنها إيش يعني لحد الان نحن ما عارفين عن تعويضاتنا وحقوقنا دي فاتت وين هي ذاتها. يعني ليه الناس شردوا اولادهم من المدارس انا القاعد ما أقدر عندي تحويل ورق اصفر بدقوك في الجواز. لحد الان ما عارف عنه ايش يعني عندي تحويلات الحمد لله ما عارف جينا للناس الحكومة ذاتها وفوتنا مجلس الوزراء وفوتنا الوزارات دي كلها بقول لنا عندكم حق ولحد الآن إحنا ما عارفين حقنا الحكومة هي ماشية بتأدي في دورها يعني بطريقة ممتازة، فالدور الثاني اللي بيجي أول بيكون بغي على الشعب نفسه وعلى على السودانيين نفسهم على أساس إنه يتغيروا يعني من خلال أفكارهم، من خلال تصرفاتهم، من خلال معاملاتهم، من خلال كل شيء يعني لأنه يعني الدور ما حيكون على الحكومة الجديدة فقط يعني، الدور برضو على الشعب وعلى المجتمع وعلى الأفراد وعلى كل شيء يعني. بنتمنى إنه شعبي السلبيات الحاصلة فيه تتغير. وطريقه تفكيره ونظرته لكل شيء يعني يتغير على اساس انه السودان يعني يتطور ويمشي للافضل والافضل يعني خرج الملايين في جميع انحاء البلاد احياء لذكرى ثوره ديسمبر المجيده التي اسقطت الرئيس السابق عمر البشير ونظامه وذلك احتجاجا على الوضع المعيشي عام مضى والكثير من المطالب لم تتحقق خرج الملايين في جميع انحاء البلاد احياء لذكرى ثوره ديسمبر المجيده التي اسقطت الرئيس السابق عمر البشير ونظامه الذي حكم البلاد لثلاث عقود وذلك احتجاجا على الوضع المعيشي وعدم توفر الخبز عام مضى وتبقى الآمال متعلقة والشعب السوداني ينتظر من حكومة الفترة الانتقالية تحقيق ما تبقى من مطالب وصيتنا للحكومة الانتقالية المتمثلة في رئيس الوزراء حمدوك وكذلك في المتمثلة في المجلس السيادي إنه مطالب الثورة هي كثيرة لكن أولها وأمنها السلام لأنه زي ما قال اسم من اسماء الله فنطلب من من الثوار الصبر يعني على من ولوهم امرهم وعدم الاكتراث لكل الاشاعات التي تقلل من معنوياتهم لكن البعض يرى ان هناك الكثير الذي لم يتحقق من قبل حكومه الفتره الانتقاليه الى جانب المطالبه بان يتحول الحس الثوري هذا للانتاج والعمل للوطن حتى ينعم الجميع في امن وسلام واستقرار ورفاهيه. انا شايف انه ما تحققت حاجات كثيره وعشان تتحقق حاجات كثيره لابد من انه الحصه الثوري ده خلاص يتحول بعدين لحاجات منتجه يعني احنا ما دارين طوال كده يكون احنا نطلع مساير ونطلع احتياجات ولا لا الجهد ده كله يتوظف لحاجات منتجه لحاجات يستفيد منها البلد يستفيد منها البلاد والمواطن وننعم بالاستقرار وبالرفاه اما اذا استمرينا طوال في احتياجات وفي كل مره حسنا الثوري بقى مستمر ما الملايين التي خرجت وعبأت شوارع العاصمه الخرطوم ومدن السودان الاخرى علقت امالا عراض على رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك تشمل حل الأزمة الاقتصادية ومحاربة الفساد وإنهاء الحروب في جميع أنحاء البلاد حتى ينعم الشعب السوداني ويعيش في بلد تسوده الحرية والسلام والعدالة عمر حمزه لقناه طيبه الخرطوم ومتابعه لهذا الموضوع ينضم الينا الان داخل الاستديو القيادي بقوة اعلان الحريه والتغيير مدير المركز الاعلامي لحزب الامه القومي السيد عروه الصادق المهدي مرحبا بك سيد عروه ومر عام على الثوره الى اي مدى تراها تحققت مطالب الثوار حياك الله وحي الله المشاهدين والشهداء في عليائهم عام مليء بالاحداث ومليء بالدم والدموع. نحتاج في هذه الايام ان نستذكر من فقدناهم نترحم عليهم وندعو ان يجمع عن الله شملنا بمن فقدنا وان يشفي الجرحى ممن فقدوا اوصالهم واعينهم. هذه الثوره رغم ما فيها من الام الا ان فيها ايات عظام هي همه هؤلاء الشباب. صدقهم تفانيهم إبداعهم تجردهم إصرارهم على تحقيق ما قالوه تسقط بس وتسقط تاني إلى أن نصوم رمضان من غير كيزان كلها حققوها بإتقان وهم مصرون أنهم هنبنيه في هذه المرحلة القادمة هذه المرحلة تحتاج أن تجابه بهمة وعزم من أولياء الأمر السادة في حكومة الفترة الانتقالية السيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك هذه الحشود القت على كاهلو عبء اثقل مما كان عليه، هو الان جاء باختيار قوه سياسيه جاء به باختيار قوه سياسيه توافقت عليه دون ان ترشح معه منافسا ولكن الان الشعب بالمليونيه التي حشدت امس تاييدا للفتره الانتقاليه وهتفت باسمه عليه ان يعلي همته، يقلل ساعه نومه وعسى ولا اظن انه ينام لانه من اولي العزم واولي الهمه الوزراء كذلك هنالك وزراء اداؤهم ضعيف دون المستوى نامل ان يحسنوا اداءهم كذلك القائمين على ادارات عليا وقائمين على ادارات ملفات حساسه كملف السلام نامل ان يسرعوا استعجال قضيه السلام لانها من سقف اولويات الفتره الانتقاليه كما جاء في تقاريركم السلام والطعام نعم وزراء السلام ووزراء الطعام عليهم ان يسارعوا خطوتهم وخطاهم لكي يستجيبوا لهذين المطلبين لان الله لم يمن على قريش الا بالامن اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. لكن م... اسمح لي ان اجدد السؤال انتم كقيادات في قوى اعلان الحريه والتغيير الى اي مدى انتم راضون عن ما تحقق حتى الان من مطالب الثوار؟ نحن راضون عن تحقيق دولتنا المدنيه وعازمون على استكمال حلقات البناء المدني في الأسبوع القادم بإذن الله يمكن أن يعلن الولاة المدنيين بعض أخوتنا في حم... حركات الكفاح المسلح أرادوا أن يبطئوا تعيين الولاة المدنيين ولكن هذا يثقل على كواهر المواطنين لأن لا زالت الولايات تدار بسدنة النظام الآفل نريد أن نأتي بولاة مدنيين لكي يعجلوا بتغيير هذه المؤسسات أداؤنا وأداء وزراؤنا الذين اخترناهم دون الطموح نقولها بصدق ونحن علينا أن نصدق مع هذا الشعب دون الطموح نأمل أن يراجع هؤلاء الوزراء الذين قضوا ثلاثة أشهر في كراسي الوزارة أداءهم من أحسن وشعر بأنه محسن يقول أنا أحسنت فمددوا لي ثقتكم من أساء يمكن أن يستقيل ويأتي ونأتي ويأتي الشعب ببديل أكفأ منه يدير دفة الوزارة ولكن أغلب هذه الوزارات معطونة في ما نسميه العطن الذي خلفه النظام البائد من منسوبيه وكتائب ظله الذين يعيثون فسادا في تلك المؤسسات ويعيقون سير الدولة بالدولة <applause> الأداء العام عموما السودان الآن تموضع في واجهة الأمم تموضع في موضع الريادي الآن معترف به الآن يقود الإيجاد الثلاثة شهور ما صنعناه نحن في في ثلاثة شهور صنعته حكومة السيد عبد الله الحمدوق عاجز عن الوصول إليه النظام الآفل لمدة 30 سنة قبل ساعات من الآن أعلنت الولايات المتحدة رفع اسم السودان من ما تسميها القائمة السوداء تعليقكم هي كما قال السيد المسيح بثمارها تعرفونها بهذه الثمرة هذه ثمرة تواصل بسيط بين السيد عبد الله حمدوك ووزراء مختصين قادهم الى هذا الملف الاسبوع الاسبوعين الماضيين الى الولايات المتحده الامريكيه وها نحن نجني ثماره نامل ان تتواصل هذه الثمار بان ترفع يرفع اسم السودان كليا من قوائم الارهاب وان يسير حياته بصوره طبيعيه وان يستكمل الامريكان تمثيلهم الدبلوماسي من قائم بالاعمال الى سفاره وهذا يمكن أن يرقي التعامل بين البلدين ويمكن أن يزيل اسم السودان من قوائم الإرهاب ولعل هذه الجهود التي أفضت إلى إزالة اسم السودان من القوائم المراقبة والأديان وما إلى ذلك لأننا بينا معنى الإسلام الحقيقي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية دعت إلى دعوة إلى الله بالتي هي أحسن وخاطبت الناس بأن الآن هذه ثورة, ثورة حرية المؤمن فيها يؤمن بما يشاء قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ربما يكون هذا القرار من المحفزات لمسيرة الثورة السودانية لكن بالمقابل هناك تحديات أنت شرطة الآن إلى مسألة تعيين الولاة وهذه فيها جدل كثيف مع الجبهة الثورية خاصة والآن تجري المفاوضات في جوبا ألا ترون أنها من التحديات التي ربما تعرقل مسيرة المفاوضات هناك ومسيرة الثورة عموما الإخوة حملت السلاح الإخوة حملة السلاح على يقين أن جماهيرهم قبل الجماهير التي تؤيدهم تهتف بنداء واضح أنهم يريدون ولا مدنيين لأنهم ذاقوا الأمرين إبان النظام البائد والآن يئنون تحت وطأة فلول النظام البائد هذه يخاطبونهم صباح مساء أن لا تعيقوا تعيين الوزراء الولاء المدنيين سنمضي فيها ويمكن أن يتم التوافق على أن تخلى ولايات إذا كان هنالك حديث عن تشارك في السلطه والثروه لا نقول تقاسم، تشارك في السلطه والثروه افضى الى استبدال يعني ولا لا تقول تقاسم لكن بالمقابل لا تعتبر محاصصه؟ هي مشاركه ان يشعر السودانيين جميعهم في انهم في الامر وهذا ما انتهجناه في اداء في تعيين الوزراء لكي يكون كل اهل السودان مشاركون في الحكم. وسقف الوزا... سقف الولايات غير سقف الوزاره، الوزاره قلنا بعيده عن المحاصصه الحزبيه، ال... الان الولاء يمكن ان ياتي ووارد جدا ان ياتي ولاء حزبيون آ... مؤهلهم تؤهلهم كفاءتهم لا منصبهم الحزبي ولا قيادتهم الحزبيه، هذه لا مبارع عليها ما هي القيم المجتمعيه والسياسيه التي افرزتها دبيات الثوره على واقع الشعب الان؟ ببساطه يمكن ان تاخذ من شعارات هذه الثوره المبدعه شعار عندك خط ما عندك شيل التكافل الصدق الناس بيقولوا الساعة واحدة بتوقيت الثورة السودانية صار أصدق من توقيتي جرينتش ومكة المكرمة لا أحد يتخلف نأمل أن تعمل هذه الصفة فينا وفي حياتنا اليومية التفاني حنبنيه والإصرار والعزيمة الهمة كل هذه الصفات أفرزتها الثورة الإبداع الثورة مبدعة في نظمها ومبدعة في رسمها ومبدعة في حتى التعاطي والتطبيب، جيوش من الاطباء طببت مصابين وعمليات معقدة في ظروف معقدة، جيوش من المحامين دافعت عن الثوار في محاكم الطوارئ، هذا هذا النهج اذا انتهجناه نحن كالسودانيين يمكن ان نصل الى القمة، لاننا حينما فعلنا كل هذه الاشياء من شوارع الخرطوم الى ساحه الاعتصام وشوارع المدن السودانيه لوحدنا نعم بعيدا عن ملف الولاة السيد عروة الصادق إسماعيل حمدون من خلال متابعتكم وأنت القيادي بقوة الحرية والتغيير هل هنالك أي مؤشرات حقيقية تدل على جهات معينة تعرقل مسيرة الثورة الآن؟ لا شك 14 ديسمبر خير دليل على ذلك ولكن الشعب السوداني لا يمكن أن يستفزه كائنا لكن يمكن أن نقول أن الرابع عشر من ديسمبر شهد تعبير عن آراء بعض الرافضين للنظام لكن أنا أتحدث عن جهات تعرقل سير مسيرة العمل مسيرة الثورة هنالك جهات وجيوب ذكرتها لك جيوب في الولايات جيوب في الوزارات الآن وزارات حكومة السيد عبد الله حمدوك فيها مدراء ادارات يعيقون مسيره الـ الـ الوزاره، هنالك وزراء ولائيون الان يعيقون مسيره الوزاره، ونعلمهم هؤلاء الوزراء لا يمكن ان يقيلهم السيد الدكتور عبد الله وانما يقيلهم الولاه القادمون باذن الله، سيقال بالقانون لان فيهم من اتت به الحظوه لم ياتي به مؤهل، فيهم من اتى به الحزب، فيهم من اتى من واجهه الحركه الاسلاميه، كل هؤلاء يجب ان يستبدلوا بوزراء اكفاء يجب ان يستبدلوا بوزراء نبضهم نبض الثوره يستطيعون ان يقتصوا من الجنان الان في ولايات القتله معروفون الذين قتلوا شهداء سبتمبر معروفون ويجولون ويصلون في تلك الولايات لم تحرك حتى البلاغات التي حركت ضدهم عطلها مدراء ووزراء وزارات في ولايات معنية شكرا جزيلا السيد عروة الصادق إسماعيل حمدون القيادي بقوة إعلان الحرية والتغيير مدير المركز الإعلامي لحزب الأمة القومي عقد وفد الحكومه برئاسه عضو مجلس السياده الانتقاليه الفريق الركن ياسر العطا اليوم جلسه مفاوضات مع ممثلي مسار الوسط برئاسه توم هجو في اطار المفاوضات الجاريه بين الحكومه وحركات الكفاح المسلح بجوبه واوضح العطا في تصريح صحفي ان الجلسه سدى حوار وطني شفاف مؤكدا الاتفاق على كل القضايا المطروحه وسيتم التوقيع عليها خلال اليومين القادمين كما أكد العطاء أن مسيرة التفاوض تسير بصورة طيبة وفقا لما هو مخطط للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب ويحقق السلام والاستقرار اليوم مضينا في حوار مع إخوتنا في الجبهة السورية مسار الوسط واتسم بالشفافية والصدق والأمانة والصراحة والوطنية العميقة الحكيمة توصلنا تقريبا لاتفاق شامل متكامل باذن الله خلال يوم او يومين سيتم التوقيع على هذا المسار ليكون دفع معنوي كبير جدا واسهام ذو تاثير نفسي لبقيه المسارات التي باذن الله سنصل اليها في حلول متكامله في الغريب العاجل بنفس هذا الروح. وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالية الفريق الركن شمس الدين كباشي والحركة الشعبية الشمال جناح الحلو جلسة مفاوضات مساء اليوم بفندق بالم أفريكا بجوبا واوضح وزير العدل نصر الدين عبد البري في تصريح صحفي ان الجلسه تناولت طبيعه الدوله والعلاقه بين الدين والدوله والعلاقه بين التشريعات والدين مشيرا الى وجود اختلاف في وجهات نظر الطرفين حول تلك القضايا لافتا الى التابين على القضايا المتفق عليها. الجلسه كانت بين بين وفد حكومه السودان ووفد الحركه الشعبيه بقياده القائد عبد العزيز الحلو. وكانت حول اعلان المبادئ والنقطه الاساسيه التي اثرنا حول النقاش كانت هي طبيعه الدوله هنالك وجهات نظر مختلفه لدينا راي حول مساله طبيعه الدوله العلاقه بين الدين والدوله والعلاقه بين التشريعات والدين قدمنا وجهه نظرنا الى طرف الاخر وهم قدموا وجهه نظرهم الينا لكننا لم نتوصل الى نقطة مشتركة بصورة كاملة، هناك نقاط متفق حولها. وسوف نلتقي غدا في الساعة العاشرة صباحا لمواصلة النقاش. أكدت الحركة الشعبية الشمال بقيادة مالك عقار أن مسار التفاوض مع الحكومة الانتقالية في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا يمضي بشكل جيد. رغم وجود بعض العقبات وقال الامين العام للحركه الشعبيه اسماعيل خميس جلاب في تصريحات خاصه لقناه طيبه ان الاراده ورغبه الاطراف قادرتان على تجاوز هذه العقبات واشاد بجهود الوساطه الجنوبيه ومهنيتها في تقريب وجهات النظر بين الاطراف المتفاوضه وحول امكانيه اعاده العلاقه وتوحيد الرؤى بين جناحي الحركه الشعبيه بقياده عجار والحلو لصالح قضيه جبال النوبه اضاف جلاب لقناه طيبه ان الفريق مالك عجر اشار في خطابي امام الجلسه الافتتاحيه للمفاوضات الى ضروره تنسيق الجهود والمواقف بين الجانبين لضمان انزال اتفاق السلام في المنطقتين مبينا ان الوساطه الجنوبيه تتفهم هذه الخطوه التي تمنى ان تجد تفهما كذلك من جناح الحلو عقد وفد الحكومة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان حميتي والحركات الممثلة لمسار دارفور جلسة مفاوضات بفندق بالما أفريكا بجوبا بحضور الوساطة من دولة الجنوب واليوناميد وأوضح عضو الوساطة من دولة الجنوب ديوم في تصريح صحفي أن الجلسة تناولت الرؤية التي توصلت إليها اللجنة والمعنية بمشاركة اللاجئين والنازحين في مفاوضات جوبا وقال ما اللجنه قررت قيام مؤتمر للنازحين بمدينه الفاشر في العاشر من يناير المقبل بمشاركه 200 نازح لاختيار 50 منهم للمشاركه في المفاوضات بجانب المؤتمر العام الاخر للاجئين بدوله تشاد بمشاركه جميع اللاجئين الموجودين في الدول المجاوره لدارفور لتحديد ممثليهم في مفاوضه جوبا لجنه اتشكلت ل تحديد اهليه اختيار اللاجئين والنازحين والمجتمع المدني المشاركه في في المفاوضات في جوبا اللجنه الان توصل اللجنة المشترك توصلت اللجنه المشتركه توصلت ل لرؤى مشترك او الكيفيه لاختيار القياده وعدد لجان محدده وغرر انه سيكون هنالك مؤتمر في دارفور بالذات في المدينه الفاشر عشان ما انه يعدد المشاركين في في المفوضات جبهه الجبهه الثوريه اللثام عن مكونات وبهم واختصاصات الآليه المشتركه التي تم الاتفاق على تشكيلها بين الحكومه الانتقاليه والجبهه الثوريه وقال رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس أن الطرفين شكلا لجنة مصغرة لدراسة وتحديد عدد ومستويات مشاركة النازحين واللاجئين في المفاوضات على أن تطرح اللجنة مقترحاتها أمام المفاوضين في وقت لاحق لم يحدد بعد مبينا أن من مهام اللجنة زيارة مناطق النزوح واللجوء خاصة في دارفور ودول الجوار ومن بينها تشاد التي تضم عددا كبيرة من لاجئي دارفور إلى ذلك أكدت عضو المجلس السيادي عضو لجنة التفاوض عائشة السعيد أن النازحين واللاجئين هم أصحاب المصلحة الحقيقيون الذين يجب إشراكهم في المفاوضات مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على مشاركة هؤلاء المعنيين بعملية السلام هذا <Universe> <سؤال> وقد استطلعت كاميرا طيبه عددا من المواطنين حول خطوه تضمين مفاوضات جبه اصحاب المصلحه الحقيقيين واثر ذلك على تسريع عجله العمليه السلميه. الناس اللي قاعد تمشي للسلام اصلا يعني من هنا اصحاب اصحاب المصلحه كلهم ناس يعني دافين لهم يعني ومدين افكار يعني دماغ الناس اصلا صاحب الناس الوجه وناس البلد الحقيقيين اللي قاعدين هناك بيتكلموا على على عن الحروب عن السلام عن الكلام ده يعني المفروض يمشي هناك في ناس قاعدين في ناس قاعدين هناك يعني اصحاب الوجع الحقيقيين قاعدين هناك اصلا الناس الذخيره دي مولع في راسهم والفاقدين اولادهم وما قادرين ياكلوا حتى ما قادر يمشي المستشفى ما قادر حاجات كثيره جدا جدا كويس الناس دي المفروض اللي يتكلموا في الموضوع ده يعني انت ما تجيب ناس بالنيابه عنهم قاعدين هنا مرتاحين متنقمين زي ما قال بيشربوا في المويه البارده اسمه ده يقول له اصحاب الأصحاب المشنا أصلا ما أصحاب مصلحة ده أصحاب مصلحة شخصية بالنسبة لهم وناس الوجع الحقيقيين حقيقة هم تعبانين دارين صحة دارين تعليم دارين رفاهية لأبنائهم فمن هنا أنا ناشد أخواننا حملت السلاح يجوا راجعين في صوابهم ويجنبوا مع مواطنهم, مواطنهم اللي هو مكفول في مناطقهم ها ويحلوا قضيته لانهم اصلا طلعوا من اجل المواطن يبقى انه المواطن هم قافلينه ما يكفلوا المواطن ما يكفلوا المواطن لمصلحتهم هم الشخصيه يراعوا للمصلحه العامه لمناطقهم والله انا ارجو من الحركات المسلحه القعاد مع المواطنين هم المتضررين هم المتضررين الاول وعدم التمادي في مطاوله الحوار ويرجو يعني يجلسوا مع الناس المتضررين يعني في حاجات كده ما لا بد منها ما يمكن انت قاعد لك في فندق ومرتاح و... وتمام ومواطنك متضرر وبتطالب بحياة فوق طاقتك يعني شوية 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 الحكاية بتجيب بتزبط و... وشوف انت طلبات مواطنك شنو داير شنو مش انت لمصلحتك الشخصية او لاجندة تانية اتفاق الحكومه الانتقاليه والجبهه الثوريه على اشراك اصحاب المصلحه الحقيقيين من النازحين واللاجئين والمتاثرين بتداعيات النزاع في دارفور والمنطقتين في المفاوضات الجاريه حاليا بمدينه جوبا يمثل خطوه مهمه على طريق تسريع عجله التفاوض وتحقيق السلام وضمان استدامته اتفاق الحكومه الانتقاليه والجبهه الثوريه على اشراك اصحاب المصلحه الحقيقيين من النازحين واللاجئين والمتاثرين بتداعيات النزاع في دارفور والمنطقتين في المفاوضات الجاريه حاليا بمدينه جوبا يمثل خطوه مهمه على طريق تسريع عجله التفاوض وتحقيق السلام وضمان استدامته فأصحاب المصلحة الحقيقيين يشكلون رأس الرمح في إنزال مخرجات التسوية السلمية وإنفاذها على أرض الواقع وهم القادرون على ممارسة شتى سبل الضغط على أطراف التفاوض للإسراع بخطى السلام باعتبارهم المكتويين بنار النزاعات والحروب والصراعات وتكمن مصلحتهم في انهاء الحرب والدمار والتوجه نحو بناء السلام وتعزيز الاستقرار وارساء دعائم التنميه واعاده الاعمار الاليه المشتركه والتي تشكلت من جانبي الحكومه الانتقاليه والجبهه الثوريه لتعنى بتحديد نسب وحجم مشاركه اصحاب المصلحه الحقيقيين ينبغي ان تراعي تمثيل كل اصحاب المصلحه سواء في دارفور او المنطقتين بعيدا عن اي محاوله للتهميش او الاقصاء وذلك من اجل ضمان العداله في المشاركه وسد اي ثغره يمكن ان تقلل من قيمه ومضمون ما يتم الاتفاق عليه من سلام ينهي معاناه المواطنين في دارفور والمنطقتين. وثمه رساله نضعها في بريد الاليه المشتركه من الحكومه الانتقاليه والجبهه الثوريه. بضرورة استمرار هذه الآلية بعد التوصل إلى التسوية السلمية وتوسيع مواعين اختصاصاتها بإضافة مكونات متخصصة في قضايا بناء السلام ونشر ثقافته وبحث سبل تجاوز مرارات الحرب وإعادة ردق النسيج الاجتماعي بحيث توظف الاليه المشتركه لتكون معنيه بمتابعه تنفيذ اتفاقيه السلام واعاده السيره الاولى للتعايش والمحبه والوئام أصدرت شعبة الجرائم الدولية بالمحكمة العليا في كامبالا حكما قضائيا أمس الخميس بالقبض على الرئيس السابق عمر البشير واعتبرت المحكمة إخفاق كامبالا في اعتقال البشير عندما زار في العام 2017 انتهاكا لالتزامات واندا الوطنية والدولية وبحسب القاضي فإن كامبالا بموجب أحكام نظام روما الأساسي ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية متى طلب منها ذلك وودع الطلب المقدم من مؤسسة الضحايا اليوغندية قبالة العدالة منذ عامين عندما زار البشير رئيس السودان آنذاك يوغندا رغم أن اسمه مدرج ضمن قائمة المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية وكان البشير قبلها في مايو 2016 شهد مراسم تنصيب الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني وأدائه اليمين الدستورية في كامبالا وفي الفترة من الرابع عشر إلى الخامس عشر من نوفمبر 2017 زار البشير مره اخري يوغندا بدعوه من موسيفيني استعجل رئيس حزب الامه القوميه الصادق المهدي الحكومه لتعيين الولاه المدنيين مؤكدا في ذات الاثناء ان الولايات الان تحت رحمه جماعه التمكين واشار المهدي خلال انعقاد الهيئه المركزيه لحزب الامه الى ان الفتره الانتقاليه بعد الثوره تتطلب تحالفا مدنيا عسكريا دوليا وتخوف من استغلال مناخ الحريات الموجود الان وفي ذات السياق طالب المهدي باصدار قوانين جديده للاحزاب والنقابات والمنظمات الطوعيه ودعا لتكوين اليه قوميه لابرام مصالحات قبليه وناشد دول أصدقاء السودان بعدم جر البلاد للمحورية ولتبني مشروع مارشال تنموي في السودان ولشطب اسم السودان من رعاية الإرهاب وللمساعدة في رد الأموال المنهوبة وأكثرها في لندن وماليزيا ودبي على حده دشنت منظمه الاغتنام بالتعاون مع مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه مشروع توزيع التمور العينيه للاسر الفقيره والمتاثرين بالحرب بولايه جنوب كردفان واكد الامين العام لحكومه الولايه يوسف البلان المشروع يمثل دعما لجهود الحكومه في تقديم العون للنازحين والمتاثرين بالحرب مثمنا دور المملكه العربيه السعوديه ودعمها للولايه عبر عدد من المشروعات للمنظمات الخيريه العامله في مجالات الرعايه الاجتماعيه والمياه والتعليم من جانبه أعلن ممثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الدين عبد الله أن المشروع يستهدف توزيع أكثر من أربعة ألاف كرتونة من التمور الفاخرة على مستوى ولاية جنوب كردفان لصالح الفقراء والمساكين من النازحين والمتاثرين بالحرب هذا المشروع مشروع توزيع تمور عينية بالسودان هذا المشروع شمل 100 ألف كرتونة بما يعادل 800 طن من التمور الفاخرة من المملكة العربية السعودية وهذا المشروع قطع جميع ولايات السودان وبما فيها ولاية جنوب كردفان كادوغلي وهذه الولاية أتيناها ب 4800 كرتونة من التمور بما يعادل 24000 مستفيد من هذه الكمية قطت هذه الكميه جميع محليات هذه الولايه الطيبه نقدم هذا العمل الكبير لاهلنا وعشائرنا في ولايه جنوب كردفان ولا يخفى عليكم ولا علينا التحديات الجسام التي تعانيها منطقه ولايه جنوب كردفان هذه الولايه الآن أو محلية كادوبلة تحديدا التي يتم فيها تدشين هذا العمل الكبير المبارك تحمل في أعشائها محليات يعني كبيرة جدا ومحليات كثيرة من بينها محلية البرام ومحلية هيبان ومحلية ريف بورين اللي هذه المناطق اللي عانى أهلها كثيرا من ويلات الحرب والتشريد والنزوح ونتحول الآن إلى ملف دارفور احتفل تجمع المهنيين بقطاع الثقافة والإعلام بوزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب دارفور بالذكرى الرابعة والستين لاستقلال السودان والذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة وترحم المتحدثون في المناسبة على أرواح شهداء الحركة الوطنية من العسكريين والمدنيين وشهداء الثورة داعين أهل الولاية والبلاد أجمع بحماية الثورة وتطبيق شعار حنبنيه لأرض الواقع وقال ممثل تجمع المهنيين بالوزارة عادل حسن إن ذكرى ثورة ديسمبر تزامنت مع ذكرى استقلال السودان ما يحتم على الجميع المحافظة على مكتسبات والعمل على نشر ثقافة الثورة والحرية والتغيير إلى ذلك طلب ممثل تجمع المهنيين بالولاية محمد الريح المتفاوضين في جوبة المجلس السيادي وحركات الكفاح المسلح الى تقديم مصلحه الوطن فوق كل مصلحه ووضع السلام اولويه في كل ربوع الوطن. تمكنت قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور الجنينه من احباط اكبر عمليه تهريب لمواد تموينيه غير مطابقه للمواصفات داخل عربتين في طريقهما لخارج السودان وزايد عن الحموله المصرح بها وتلعب اصحابها باوراق الحموله وتنشط قوات الدعم السريع في المحافظه علي الشريط الحدودي للسودان مع دول الجوار واكد قائد قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور المقدم موسى امبلو جاهزيه قواته لمكافحه التهريب وعدم سماحها بتخريب اقتصاد الوطن وضروره ضبط الحدود ومحاربه الجريمه العابره للحدود وقال عن ان مهنيه وكفاءه استخبارات الدعم السريع مكنتها من كشف كل الطرق التي ينتهجها المهربون في تهريب خيرات البلاد مضيفا ان التعامل مع المتفلتين يتم وفق الاجراءات القانونيه المتبعه السودان اليوم متواصل معكم من طيبة وفيه بعد الفاصل وزاره الطاقه تعلن دخول محطه جري ثلاثه الى الشبكه القوميه في مارس ضمن البرنامج الاسعافي للكهرباء. اهلا بكم من جديد في جوله السودان اليوم فيما يلي نقدم طائفه من اخبار الاقتصاد. كشف وزير الطاقه والتعدين عادل ابراهيم عن دخول محطه جري الثلاثه الي الشبكه القوميه للكهرباء خلال مارس القادم ضمن البرنامج الاسعافي للكهرباء حتي تسهم في الاستقرار وايقاف القطعات ووقف ابراهيم ميدانيا على سير العمل بمحطه جري ثلاثه ووجه العاملين بالعمل بروح الثوره والروح القويه لدفع المشروع حتى ينتهي العمل وتدخل المحطه في مارس وتعهد بازاله جميع المعوقات التي واجهت المشروع من التزامات ماليه من قبل الحكومه واجابه مطالب المقاولين والعمال. أعلن القيادي بالحرية والتغيير جمال إدريس الاتجاه لطرح جنيه التكافل لإشراك المواطنين في المساهمة في الموارد الذاتية ورأى إدريس في تصريحات صحفية أن وزير المالية تسيطر عليه حكاية المانحين على حد تعبيره وقال أن تفكيره تفكير البنك الدولي لذا هو يعول على الخارج وأضاف أن وعود المانحين غير مضمونة قال المدير العام لشركه المواصلات العامه بولايه الخرطوم محمد ضياء عقب توليه المنصب الجديد انه اخبر والي الخرطوم بعدم قبوله لهذه المهمه ان لم تكن له صلاحيات محدده بازاله التمكين من الشركه وكان والي الخرطوم الفريق الركن احمد عبدون اصدر قرارا كلف بموجبه القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي والقيادي البارز في قوى اعلان الحريه والتغيير محمد ضياء الدين بمهام المدير العام لشركه المواصلات العامه بولايه الخرطوم انتهت الاخبار الاقتصاديه نتحول الان الى اخبار الرياضه كشف المدير الفني لفريق الخرطوم الوطني إبراهيم حسين إبراهيم عن أبرز ملامح استراتيجيته التي واجه بها الهلال في الجولة الخامسة عشر التي انتهت بالتعادل السلبي وقال للصحفيين أنه عمد لمحاصرة وسط الهلال بالضغط على الشغل لعدم تمكينه من تنظيم العاب فريقه وفصل خطوط الفريق مبينا ان ذلك كلفه عدم الاستفاده من نجم الخرطوم وهدافه دومينيك ابوي ورفض ابراهيم ان يكون قد لجا للدفاع للخروج بالتعادل مؤكدا أن, ان طريقه ظهور فريقه داخل الملعب تؤكد انهم سعوا لحصد النقاط الثلاث ذكرت تقارير صحفيه ان المريخ اقترب من حسم صفقه الظهير الايسر للاهلي العضبراوي ادهم مهدي الملقب بالدالي. والذي تم رصده بواسطه اللجنه الفنيه المكلفه من قبل مجلس الاداره والتي وضعت اللاعب على راس لائحه الاحتياجات، الجدير بالذكر ان خالد احمد المصطفى كان قد درب اللاعب في صفوف الميراني فيما ابدى المدرب جمال ابو عنجه موافقته على ضم اللاعب الذي تابعه مؤخرا وانتهت الأخبار الرياضية نتحول الآن إلى آخر موضوعات جولة السودان اليوم قضية اليوم وقعت حكومه ولايه جنوب كردفان ومصرف البلد اتفاقا لتمويل مشروعات تنمويه بقيمه 69 مليون جنيه لتنفيذ شبكات مياه وكهرباء بمحليتي قدير والليري. واكد والي جنوب كردفان اللواء الركن رشاد عبد الحميد ان الولايه تمضي بخطوات سريعه نحو السلام واشار لدى حضوري حفل مراسم التوقيع أن الطريق إلى كودا بات مفتوحا أمام عمليات العون الإنساني فضلا عن انسياب حركة تنقل المواطنين بيد أنه نبه إلى حاجة الطريق للتنظيف من الألغام مصرف البلد حقيقة أن اليوم معه لتوقيع مطلوبات مهمة اللي هي موضوع الكهرباء والمياه باعتبارها أنها هي اللي للاستقرار ولعمليه التنميه في الولايه وهنالك ايضا مشاريع كثيره مع مصرف البلد ولعمليات التنميه لأن عمليه التنميه في ولايه جنوب كردفان بتحتاج لوقفه الكهرباء و الطرق هي الاساس في عمليه عمليه السلام القادم باذن الله وانا في ولايه جنوب الان يعني في مرحله بتاعه سلام مجتمعي آه لم يتردد مصرف البلد في تمويل هذه المشروعات وده ياتي في دور الطبيعي والطليعي في الولوج الى هذه الولايه المحببه وخاصه نحن ليس لدينا تواجد فعلي في هذه الولايه بمعنى فروع في هذه الولايه ولكن فضلنا ان تكون مساهمتنا مساهمه مقدره تساهم في عمليه التنميه والاستقرار نحن ان شاء الله سنكمل هذا العقد العقد قيمته تقريبا في حوالي 69 مليون لمشروع انشاء شبكه كهرباء ومشروع انشاء شبكه مياه وهذه هي طبعا من من المتطلبات الاساسيه زي ما تفضل السيد الوالي للاستقرار وللسلام في المنطقه جولتنا الاخباريه السودان اليوم تكاملت وختامها العناوين اذن شكرا لكم مشاهدينا على متابعه جوله السودان اليوم من على قناه طيبه دمتم بخير طيبه لحياه طيبه